بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. من أفضل وأحب الأعمال إلى الله جل وعلا والتي بها يضمن الإنسان له بيتا في جنة عرضها السماوات والأرض أن يبني الإنسان في هذه الدنيا بيتا لله عز وجل، والجزاء من جنس العمل، من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هنيئا لمن جمع له مالا ووفر من مصروفه شيئا وادخر له جزءا من المال ينوي به أن يبني مسجدا لله جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا طيبا، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى أزواجه الطاهرين وأصحابه الطيبين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نحمد الله أولاً وآخراً على نعمه الجزيلة وآلائه الجليلة العظيمة التي لا تحصى ولا تعد، فله الحمد أولاً وآخراً وطاهراً وباطناً وسراً وجهراً وليلاً ونهاراً. فنحمد الله على نعمه العامة والخاصة، وخاصة بما أتم علينا بإنشاء هذا المشروع المبارك إن شاء الله الطيب النافع، كما نشكر اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس فلا يشكر الله. نشكر إخوة لنا في الإسلام والإيمان تبرعوا بأموالهم لإقامة هذا المركز الإسلامي العريق المكون من المسجد الجامع ومن المدرسة الكبيرة. هؤلاء لم تجمعنا بهم علاقة نسب وقرابة، بل قدموا ما قدموا لله وفي سبيل الله وابتغاء رضوان الله ونصرا للإسلام ونفعا للمسلمين. نحسبهم كذلك والله حسيبهم، ولا نسكي على الله أحدا. هذه هي الأخت الكريمة سعادة الشيخة مضاوي بنت عبد الرحمن آل الثاني، حفظها الله ورعاها وجعل الجنة مثواها. والشيخة مضاوي من أسرة كريمة فاضلة، والأصول الطيبة لها فروع زكية، وليست هذه أول بركة أبناء الشيخ عبد الرحمن بن سعود آل الثاني، بل سبق فضل الشيخ حمد بن عبد الرحمن بإقامة الجامع الكبير في مدينة هرجيزة، حي أحمد دقح، والأمل قائم تجاههم في إقامة مشاريع أخرى، والمؤمن لا يشبع من الخير حتى يكون منتهاه الجنة. فلهم منا جزيل الشكر والامتنان وعظيم العرفان والتقدير، فجزاكم الله خير الجزاء. ولعل هذه ساعة إجابة، فإننا نرفع أكف الضارعة ونبتهل إلى الله تعالى دعاء لإخواننا سعادة الشيخة مضاوي بنت عبد الرحمن وأخيها الشيخ حمد بن عبد الرحمن. فاللهم تقبل منهم حسناتهم وكفر عنهم سيئاتهم، اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئة عفوا وغفرانا. اللهم اغفر لهم ولوالديهم ولإخوانهم ولأخواتهم وأبنائهم وذرياتهم. اللهم بارك لهم أموالهم وأهليهم،
اللهم اخلف عليهم خيرا مما أنفقوا، اللهم أدخلهم الجنة ونجهم من النار يا الله، اللهم ارفع درجتهم في عليين واجعل مثواهم في الفردوس الأعلى، اللهم جنبهم الهم والحزن وأدم عليهم السرور وارزقهم السعادة في الدارين، اللهم أصلح وأصلح زوجاتهم وذرياتهم، اللهم عافهم واعف عنهم يا ذا الجلال والإكرام.